السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير. موضوعنا اليوم أمراض المرارة وخاصة الحصيات الصفراوية والتشخيص والاختلاطات، كيفية التعامل معها. المحاضرة موجهة لأطباء الداخلية عموما، مقيمين اختصاصيين، ولأطباء الهضمية. يعني ما رح ندخل بتفاصيل الـ ERCP أو تفاصيل جراحية، هاي خارج نطاق تغطية المحاضرة الحالية. المواضيع اللي راح نغطيها اليوم هي مواضيع كثيرة، بدنا نحاول ناخذ يعني المختصر المفيد. النقاط العملية تكون إن شاء الله أحدث المعلومات والتوصيات. راح نفصل شوي بمؤهبات تشكل الحصيات، لأن في توصيات للوقاية من تشكل الحصيات في فئات معينة من المرضى. كيفية التعامل مع الحصيات المكتشفة صدفة، مع الحصيات اللي عم تعمل لنا ألم مراري بدون التهاب مرارة حاد، التهاب المرارة الحاد الحصوي واللا حصوي، وحصيات القناة الجامعة كيف نحن ممكن نشخصها أو نتنبأ بوجودها، وبالتالي توقيت إجراء الـ ERCP ليكون يعني الفائدة منه أكثر من الاختلاطات اللي بتصير مع هالإجراء. ما نحكي بشكل مختصر عن الـ SOD اللي هو عسر وظيفة مسرة أودي، عن بوليبات المرارة وعن تناذر ميريزي. فعلى بركة الله نبدأ. الحصيات الصفراوية من الأمراض الشائعة جدا، من أشيع الأمراض الهضمية اللي بتاخذ من جهود الرعاية الصحية من المشافي للتكاليف. بشكل عام 10% أو 12% من عموم الناس عندهم حصيات، والدراسات عم تقول في السنوات الأخيرة عم بزيد شيوع الحصيات الصفراوية مع زيادة وباء المتلازمة الاستقلابية والبداني ونمط الحياة القليل النشاط. القاعدة بشكل عام، الحصيات المرارية غالبا لا عرضية وتبقى كذلك مدى الحياة. نحو ثلث المرضى بصير عندهم أعراض أو اختلاطات، فلازم نعرف نتعامل مع الحصيات سواء كانت لا عرضية أو حصيات عرضية دون اختلاطات أو حصيات مختلطة. كلمحة تشريحية وفيزيولوجية مختصرة، نحن عندنا الصفراء تخرج من الكبد، يعني الخلايا الكبدية هي اللي تفرز الصفراء، وتخرج الصفراء من الكبد ويتم تخزينها في المرارة. فالصفراء تخرج، بتبلش نحن عندنا فروع صغيرة في الكبد، بالأخير في عندنا قناة كبدية يمنى وقناة كبدية يسرى. يعني القناة اليمنى عم تاخذ الصفراء من الفص الكبد الأيمن، والقناة الكبدية اليسرى عم تجذب الصفراء من الفص الأيسر. بيلتقوا بالقناة الكبدية العامة اللي هي كمان هيباتيك داكت. وأثناء الصيام الصفراء تنزل من الكبد وتدخل إلى المرارة، شايفين باتجاه السهم. إذا الصفراء تدخل إلى المرارة أثناء الصيام، المرارة بتتوسع وبتمتلئ بالصفراء أثناء الصيام. بعد الوجبات وخاصة الوجبات الدسمة، الأمعاء الدقيقة بتفرز هرمون الكوليسيستوكاينين. هذا الهرمون بيعطي أوامر للمرارة بالتقلص، فالمرارة تفرغ محتواها وتخرج الصفراء من المرارة عبر القناة الكيسية إلى القناة الجامعة الكمن بايلت، القناة الصفراوية الجامعة اللي تصب في العفج. إذا طريق الصفراء في القناة المرارية بالسيستيك داكت هو بالاتجاهين، دخولا إلى المرارة أثناء الصيام وخروجا من المرارة بعد الوجبات. بنعرف انه القناه الجامعه تلتقى مع القناه البنكرياسيه وبيصبوا في القطعه الثانيه للعفج بمجال فاتر. هذا الطريق المشترك بين القناه الجامعه، ما هو ظاهر هون بالرسمي، الطريق المشترك بين القناه المراريه والقناه البنكرياسيه 2 3 ملم ضمن جدار العفج فقط. اذا كان المسار المشترك اطول من هيك، يعني في عندنا مسار مثلا 5 مليمتر طريق مشترك للصفراء وللقناة البنكرياسية، هذا بنسميه سوء التحام ماليونيون، أو سوء التحام القناتين الصفراوية والبنكرياسية. هذا يؤهب إلى إنتانات متكررة الصفراوية وأيضا التهاب بنكرياس متكرر. طبعا هي حالة نادرة جدا لكن مذكورة. إذا المقصود بسوء التحام القناة الصفراوية والبنكرياسية أن المسار المشترك بيناتهم يكون أطول بعدة مليمترات من الطبيعي.
أنواع الحصيات بشكل عام باختصار عندنا إما حصيات كوليسترولية أو حصيات صباغية. نحن عندنا الصفراء بشكل عام في عندنا توازن بين الكوليسترول والأملاح الصفراوية. لما بتزيد نسبة الكوليسترول لأي سبب أو بتنقص الأملاح الصفراوية لأي سبب بيترسب عندنا الكوليسترول وبتتشكل الحصيات الكوليسترولية. الحصيات الصباغية بسبب فرط إشباع المرارة بالبيليروبين. نعرف نحن البيليروبين نتيجة انحلال الدم، من موت الكريات الحمر بيتشكل البيليروبين. فلما في عندنا فقر دم انحلالي، في عندنا زيادة في تزويد الكبد بالبيليروبين أكثر من قدرة الكبد على طرحه بالصفراء، فبيترسب وبشكل لنا حصيات، هاي بنسميها حصيات صباغية. عادة الحصيات الصباغية المرتبطة بانحلال الدم بيكون لونها سوداء. الحصيات الصباغية البنية بيكون في عنا ركودة وانتانات داخل الكبد. هلا بشكل عام الحصيات سواء كانت كوليسترولية أو صفراء إذا بدنا نسميها أو صباغية، السبب يختلف لكن الأعراض والاختلاطات نفسها. يعني أنا لما بيجينا مريض بألم مراري وبنعمل إيكو بنشوف حصات في المرارة، ما كتير بهمنا إذا الحصات سوداء ولا بنية لأن الاختلاطات نفسها. فالأشعة هي حصيات كوليسترولية، السبب المؤهب فرط إشباع الصفراء بالكوليسترول نتيجة زيادة الكوليسترول أو نقص الأملاح الصفراوية في الصفراء. والنمط الأقل شيوعا هي الحصيات الصباغية مرتبطة بانحلال دم أو إنتانات داخل الشجرة الصفراوية. ممكن نرتب الحصيات حسب الموقع، انه حصيات داخل الكبد، حصيات في المرارة، وحصيات خارج الكبد. إذا مثل ما حكينا من المقدمة، تقريبا بالغين أو من عموم الناس عندهم حصيات صفراوية. بشكل عام النساء أكثر من الرجال، سواء في إذا قارنا نساء الشابات مع الشباب أو نساء المسنات مع الرجال المسنين، دائما عم بيكون عندنا بكل الفئات العمريه الحصيات عند النساء اشع بضعف الشيوع عند الرجال. عاده الحصيات نادره عند الاطفال، ومع التقدم بالعمر في عندنا زياده واضحه بالشيوع. نحو نصف النساء فوق سن ال70 ممكن يكون في عندهم حصيات. في بعض الاعراق مثل السكان الامريكيين الاصليين في انتشار كثير كبير، اكثر من 75% خاصه من الشابات، في فئة عرق بسموه بيما، أحد عروق الهنود، عندهم شيوع كبير للحصيات الصفراوية. ففي دور للوراثة بموضوع إفراز الكوليسترول، تصنيع الأملاح الصفراوية، في دور للعوامل الوراثية في تكوين الصفراء. هذا المخطط لدراسة شيوع الصفراء في مختلف شيوع الحصيات الصفراوية في مختلف دول العالم. العمود الأزرق عم بيمثل النساء والعمود الزهري عم بيمثل الرجال. فشايفين في كل دول العالم الشيوع عند النساء تقريبا ضعف الشيوع عند الرجال. عوامل خطر تشكل الحصيات هو أول مواضيع اللي بدنا ندخل فيها، رح نحكي عنه بشوية تفاصيل. عامل الخطر الأول هو العمر، في زيادة واضحة لشيوع الحصيات مع التقدم بالعمر. مع تقدم العمر في ضعف بوظيفة الخلايا الكبدية، ضعف في صنع الأملاح الصفراوية، يلاحظ زيادة في امتصاص الكوليسترول، وبالتالي في عندنا زيادة واضحة في شيوع الحصيات مع التقدم بالعمر. هذا عامل خطر غير قابل للعكس. موضوع الجنس المؤنث، قلنا الإناث دائما بكل الفئات العمرية يعني قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد سن الإياس، دائما النساء عندهم شيوع أكبر من الرجال. الأستروجين بيزيد إفراز الكوليسترول، بيعمل ركودة صفراوية خاصة بالحمل. أيضا البروجسترون مرخي للعضلات النساء، بيصير عندنا ركودة صفراوية مما يؤهب لتشكل الحصيات. هذا عامل غير قابل للعكس. نمط الغذاء، الغذاء الغربي الغني بالدهون، الغني بالدهون المشبعة والسكريات والبروتينات عم بيزيد خطر الحصيات. فهي الحصيات أصلا بالعالم الغربي أكثر من دول آسيا، بيحكوا الصين والهند
الطعام عندهم صحي. لكن في السنوات الأخيرة مع يعني صار العالم قرية صغيرة مع دخول نظام الأكل الغربي إلى الصين واليابان، لوحظ في هذه البلدان في شرق آسيا زيادة واضحة في انتشار المداني بالتوازي مع زيادة لانتشار الحصيات الصفراوية. ف يعني أيضا صار في عندنا مبرر آخر، أن يكون الطعام غني بال وفقير بالدهون، لأن الطعام الغربي فيه له مخاطر متعددة، نفس عوامل يعني نفس الطعام بيحمل خطر سرطان الكولون، أيضا في دراسات عم تثبت علاقته مع حصيات المرأة. نقص الوزن السريع من عوامل الخطر المهمة اللي كثير بنطلب استشارة لها، سواء كان نقص الوزن عن طريق نظام غذائي قاسي أو عن طريق عمل جراحي، في عنا نسبة كبيرة من تشكل الحصيات. الدراسات بتقول تقريبا 50% من المرضى اللي بده يعملوا جراحة بدانة مرضية، هاي دراسة لناس كان عندهم البي ام اي أكثر من 45 قبل الجراحة، نحو نصف هدول المرضى بيتشكل عندهم حصيات بعد الجراحة، ونحو المرضى اللي بيعملوا حمية غذائية قاسية بتشكل عندهم الحصيات. نحن كيف بدنا نتجنب تشكل الحصيات؟ ممكن المريض يلي عم يعمل جراحة بدانة يعني صار فتح بطنه، صار ممكن نعرض عليه استئصال المرارة بشكل وقائي. المريض يلي بده ما عنده رغبة بعمل جراحة، والمريض عم يعمل نظام غذائي قاسي يعني أصلا ما هو مريض جراحة، ممكن نعطيه دواء الأورسو دي أوكسيكوليك أسيد، الجرعة المقترحة 600 مللي غرام باليوم. نزلت خطر تشكل حصيات هاي الدراسة من 28 إلى 3%. ففي عندنا فائدة واضحة وملحوظة ومهمة إحصائيا للأورسو في الوقاية من تشكل الحصيات. عند مرضى جراحة البدانة إذا كان المريض ما عنده حصيات، فنحن عندنا خيارين، إنه نعطي دواء الأورسو أو نعرض على المريض جراحة، إنه مع جراحة قص المعدة أيضا يصير في استئصال للمرارة، وان كان اجراء عمليه جراحيه نفس الفتح بزيد الموربيديتي بعد الجراحه. اما اذا كان المريض قبل ما يدخل لجراحه البدانه اصلا عنده مراره محصات، فهون في زياده في نسبه الاختلاطات للحصيات، يعني اذا تركت المراره بدون استئصال ممكن يصير معنا التهاب مراره والتهاب بنكرياس. فاذا كان المريض البدين داخل على عمليه الجراحه وهو عنده حصيات اصلا قبل الجراحه، بصير التوصية أقوى أنه يشيل المرارة مع جراحة قص المعدة. إذا بنأكد على هالفكرة، إذا المرارة غير محصات ما في كثير مبرر قوي لجراحة ثانية، لكن محصات إحنا خايفين من الاختلاطات، المبرر أقوى أنه مع جراحة البدانة نعمل جراحة استئصال مرارة. رح نرجع لهالفكرة بعد شوي. التي بي إن التغذية الوريدية الكاملة، نحن أي صيام طويل قلنا المرارة بصير فيها ركودة ما بتتقلص أثناء الصيام، فبتتشكل حصيات بسبب الركودة الصفراوية. الدراسة بتقول بعد عدة أشهر 3 أو 4 أشهر، إذا مريض مثلا بحالة حرجة جدا وظل 3 4 أشهر معتمد بشكل شبه كامل على التي بي إن، تقريبا 50% راح يتشكل عنده حصيات. المشكلة هؤلاء المرضى مريض محطوط على التي بي إن عدة أشهر أكيد راح يكون ما بتحمل جراحة أبدا. فمذكور هون الوقاية بدواء الكوليسيستوكاينين، نحن عندنا المشكلة هي ركودة في المرارة، فنحن بنعطي دواء يحرض تقلص المرارة، كان مجدي صحيا واقتصاديا، وفي توصيات بإعطاء الكوليسيستوكاينين عند هالفئة من المرضى. للأسف غير متوفر عندنا الكوليسيستوكاينين. إذا في حالات انقاص الوزن سواء بالحمية أو بالجراحة، الوقاية تكون باستئصال وقائي للمرارة أو بدواء الأورسو ديول. أما في حالات الاعتماد لعدة أشهر على التغذية الوريدية الكاملة، الخيار الوقائي هو الكوليسيستوكاينين وريدية مرتين في اليوم. في عنا أدوية متعددة متهمة بالتحصي، الأستروجين سواء كان هرموني يعني عم بيأهب للإناث أكثر، أو الأستروجين كمستحضر دوائي عم بيزيد افراز الكوليسترول، عم بيعمل ركوده صفراويه. صح الاستروجين عم بينظف الدم من الكوليسترول عالي الكثافه، لكن هذا الكوليسترول عم بيروح بيترسب
في المرارة وبزيد خطر تشكل الحصيات الصفراوية. الأوكتريوتايد أو الدواء الساندوستاتين نحن بنستخدمه كثير عن مرضى دوالي المريء، يستخدم أيضا عن مرضى أورام البنكرياس داخلية الإفراز. فالأوكتريوتايد بيضاعف حركية المرارة ويؤهب لتشكل الحصيات. ما في كثير دراسات عن خيار وقائي للمرضى المعتمدين على الأوكتريوتايد، مرضى مثلا متلازمة أمعاء قصيرة. خافضات الشحوم بشكل عام، الإيزيتيميب دواء واقي من تشكل الحصيات، الاستاتينات ممكن أن تقي من تشكل الحصيات لكن بشكل غير مؤكد، الكوليسترامين والنياسين ما في إلى أي تأثير سلبي ولا إيجابي على تشكل الحصيات. ما ننتبه على دواء اسمه كلوفيبرات، عندنا تجاريا اسمه ليكفا، هذا يزيد من تشكل الحصيات. يعني هو دواء خافض لشحوم الدم بآلية انه سحب الكوليسترول من الدم وطرحه بالصفراء، فبس صار عندنا فرط اشباع للكوليسترول بالصفراء في عندنا حصيات. اذا الكلوفيبرات، مو كل ادوية الفيبرات، فقط الكلوفيبرات عم بيأهب لتشكل الحصيات الصفراوية. الايزيتيميب واقي، الاستاتينات قد تكون واقية، والكوليسترامين والنياسين في نقول حيادي، لا يؤثر سلبا ولا ايجابا. يعني كثير نحن بيجينا مرضى متلازم استقلابي عندهم سكر وارتفاع شحوم وعندهم حصيات مرارية، فيفضل نتجنب دواء الكلوفيبرات عند هؤلاء المرضى، نلجأ إلى خيارات ثانية. استاتينات وإيزيتيميب خيارات مناسبة. السيفترياكسون، معروف أنه السيفترياكسون بشكل حصيات في المرارة. السيفترياكسون نحو نصفه تقريبا يطرح بالصفراء والنصف الآخر يطرح عبر الكلى، فبيتركز بالصفراء بتراكيز عالية جدا، ممكن يشكل بلورات ويشكل طحل مراري، خاصة أطفال عم نعطيهم، يعني الأطفال أكثر من البالغين. مين مثلا ممكن نعطيه سفترياكسون لفترة طويلة؟ التهاب سحايا، قيحي، حمى ملطية مثلا، خراجات، ممكن نعطيه سفترياكسون عدة أسابيع. ف دراسة حوالي 30% من الأطفال، 30 ل 40% بتشكل عندهم طحل مراري، غالبا بزول عفويا، لكن في نسبة مثلا 20% بيستمر هالطحل، والطحل إذا استمر ممكن يتحول إلى حصيات. فالحذر من إعطاء السيفترياكسون لفترة طويلة أكثر من مثلا 10 أيام، خاصة عند الأطفال، نحاول يعني نلجأ إلى خيارات أخرى. من عوامل الخطر الأخرى نحن أمراض اللفائف الانتهائية، داء كرون أو السل، أكثر شيء بتجي أمراض في هالمنطقة، استئصال أمعاء نتيجة مثلا إصابة حربية. بنعرف نحن الأملاح الصفراوية بتمشي بالأمعاء ويعاد امتصاصها باللفائف وبترجع للكبد عبر ما يسمى الدورة المعوية الكبدية. فلما بيصير عندنا مرض على مستوى اللفائف الانتهائية، عم بيصير في ضياع ونقص للأملاح الصفراوية، زيادة نسبية بالكوليسترول، وبالتالي تشكل الحصيات. معلومة قد تكون غريبة، الداء الزلاقي يترافق مع ايضا مع حصيات، لانه الداء الزلاقي عندنا اصابه بالعفج، من مظاهر اصابه العفج نقص هرمون الكوليسيستوكاينين، وبالتالي ركوده صفراويه وحصيات. ايضا الاصابات العصبيه، ادويه النخاع الشوكي، في تقارير بتقول لها دور بالحصيات، لكن دراسات ما هي على اعداد كبيره، وبالتالي ما في توصيه عند هالفئه من المرضى انه اعطيهم مثلا اورسو او كوليسيستوكاينين، ما في توصيه حتى لا. المتلازمة الاستقلابية حكينا أنه بالسنوات الأخيرة في عنا زيادة لانتشار البدانة والمقاومة للأنسولين، اضطرابات الشحوم، فلوحظ الزيادة يعني بالتوازي معها في تشكل الحصيات الصفراوية. فاتباع الغذاء الصحي، ضبط السكر، ضبط ارتفاع الشحوم، ومحاولة تخفيف الوزن تقي من تشكل الحصيات كأحد اختلاطات المتلازمة الاستقلابية. هاي أهم الملاحظات عن عوامل المؤهبة لتشكل الحصيات، توسعنا فيها هالمرة أكثر من أي محاضرة سابقة، يعني فيها عدة معلومات جديدة. تشخيص الحصيات الصفراوية،
غالبا لما نحن بدنا ندرس امراض المراره والطرق الصفراويه دائما تقريبا نبدا بالايكو. حتى اذا رحنا عند طبيب اشعه مختص وقلنا له تفضل اقرا لنا تقرير طبقي او رنين لتقييم الشجره الصفراويه، بيقول لك بدي صور المريض ايكو بايده بالاول. فغالبا نحن نبدا بالتصوير بالامواج فوق الصوتيه. المسح المبدئي للمراره اليوم يفضل يكون مهم الطبيب الاسعاف، طبيب الداخليه والجراحه، يعني مو معقول كل مريض نبعته على طبيب الاشعه لحتى يصور. فلازم اي طبيب يكون عنده درايه في تصوير المراره بالايكو. طبعا الدقه والاحترافيه بتبقى لطبيب الاشعه. هاي المراره الطبيعيه بالايكو جدار محتواها اسود، الاسود هو سائل رائق، شايفين هون بياض شوي تحت المراره. دائما السائل بيعزز الموجه الصدويه، ف بنشوف نوع من البياض اللي هو تعزيز او انهانسمنت للموجه الصدويه. ما بعرف اذا ظاهر عندكم سهم الماوس هون، عندنا هون فولد او طيه، في عندنا هون طيه وهون طيه. الطيات في المراره هي موجودات طبيعيه ولا تستوجب ارسال المريض للجراحه. من الاخطاء الشائعه اللي كانت تصير انه مريض عنده الم بطني عملنا ايكو والله عنده مراره معقوفه. المراره المعقوفه هي طبيعيه وليست سبب للالم وليست ابدا استطباب للجراحه. بدنا ننتبه نحن المراره المعقوفه هاي الفولد او الطيه قد تشخص خطا على انها بولي وممكن تخبئ وراها حصاد، فلازم نصورها بشكل دقيق، ناخذ اكثر من مقطع باكثر من وضعيه. طبعا تصوير المراره بالايكو بده يكون المريض صائم، بتكون المراره ممتلئه، جدرانها شاهد بشكل اوضح، وايضا المريض الصائم ما بيكون في عنده غازات بالامعاء تعيق وضوح الصوره. دائما لا تكتمل صوره الايكو لحتى نكشف عنق المراره بالكامل، اصلا عنق المراره هو اللي بتنحشر فيه الحصيات وبيعمل مشاكل. فنحن عندنا هذا المقطع ضروري وجزء اساسي من تقييم تصوير المرارة، عنق المرارة، ومنشوف جنبه وريد الباب. وريد الباب هون عندنا طالع، حاطين اسندنج برانش طالع باتجاه الفص الايسر، وعند حرف الباء بالكتابة رايح على اليمين الى الفص الايمن. وهون القناة الصفراوية المرافقة له، هاي قناة صفراوية كبرى داخل الكبد، غالبا هاي القناة الكبدية العامة. فدائما نحن لازم نشوف عنق المرارة ووريد الباب والطرق الصفراوية الكبرى داخل الكبد إذا متوسعة ولا طبيعية. هون الخط الأحمر، هاي وريد الباب مكتوب جواته الخط الأحمر، هلا مع الرفيعة مثل الشعرة هي قناة صفراوية كبرى داخل الكبد. نحن عندنا تصنيف الحصيات، عندنا 3 مستويات، اما الحصيات اللا عرضيه المكتشفه صدفه، هاي بنسميها انسيدنتال ستونز او سايلنت ستونز، اللي هي الحصيات الصامته. في عندنا الحصيات لما بتتحرك وبتعمل الم مراري لنج مراري، هاي بنسميها حصيات عرضيه سيمتوماتيك ستونز. لما نقول حصيات عرضيه او سيمتوماتيك ستونز، العرض يعني الالم المراري. حصيات عرضية يعني عم تعمل ألم أو قولنج مراري. المشاكل الثانية التهاب المرارة، التهاب البنكرياس، التهاب الطرق الصفراوية، حصيات القناة الجامعة، هاي اسمها اختلاطات. فإذا حصيات صامتة، حصيات عرضية، وحصيات مختلطة. الحصيات الصامتة بدون أي عرض تكتشف بالصدفة. الحصيات العرضية يعني عم تعمل لنا ألم مراري. الحصيات المختلطة يعني عم تعمل لنا التهاب. التهاب في المرارة، التهاب في البنكرياس أو في الطرق الصفراوية، في اختلاطات نادرة كمان راح نحكي عنها. فنحن لما بنقول حصيات مرارة عرضية سيمبتوماتيك، المقصود عم تعمل لنا نوب ألم مراري بدون أي التهاب حاد في جدار المرارة. القاعدة الأساسية هي قاعدة مبنية على دراسات كبرى على أعداد كبيرة من المرضى ومراقبة أكثر من 20 سنة. حصيات المرارة المكتشفة صدفة غالبا تبقى صامتة مدى الحياة. وإذا هالحصيات بتعمل مشاكل غالبا تبدأ بالمشاكل الصغيرة. 90% من الحصيات
بتبدا بالم مراري، فهذا الالم هو انذار انه هاي الحصاه ممكن تعمل لك التهاب مراره حاد، ممكن تعمل مشاكل ثانيه. اذا الحصيات غالبا تبقى صامته مدى الحياه، واذا كان ولا بد بدها تعمل اختلاطات فغالبا تبدا بالم مراري، يعطينا مساحه وفرصه زمنيه للتصرف قبل ما تصير الاختلاطات الاخطر. هذا الكلام مو راي شخصي، هذا مبني على دراسات كبرى ومرجعيه بهذا الموضوع. هذا شكل يوضح الاختلاطات المحتملة للحصيات المرارية ومكان حصول كل منها. خلينا نتبع الأرقام. رقم واحد عم بيكون حصيات لا عرضية، 75% عم بيكون حصيات لا عرضية، فأحيانا بيكونوا الثلثين ثلاث أرباع الحصيات تبقى لا عرضية مدى الحياة. الرقم اثنين عندنا حصيات بتسد القناة المرارية بشكل عابر، الانسداد العابر بيعمل لنا ألم مراري، كنا نسميه بلياري كوليك صرنا نسميه بلياري بين، يعني القولنج المراري تسمية قديمة. فإذا صار في عندنا انسداد عابر، رقم اثنين خلينا نتبع النجمة، انسداد عابر للقناة الصفراوية أقل من 6 ساعات بدون التهاب في جدار المرارة، هذا هو الألم المراري. طيب الرقم ثلاثة، إذا صار في عنا انحشار للحصات في القناة وانسداد مستديم، ونتيجة الانسداد المستديم صار في عنا ارتشاح التهابي وهجوم كريات بيض إلى جدار المرارة، صار عنا نحن التهاب المرارة الحاد. الخطر التراكمي مدى الحياة تقريبا 10% الحصيات المرارية، 10% خطر تراكمي مدى الحياة تعمل التهاب مرارة حاد. 20% الخطر التراكمي للألم المراري، طبعا مجموع الأرقام أكثر من 100 لأنه ممكن تصير أكثر من شغلة سوا. يعني المريض بيبدأ بألم مراري بعدين بيتحول إلى التهاب مرارة. شايفين النجمة على رقم 4 والتجاور بين القناة المرارية والقناة الكبدية العامة، فإذا في عندنا حصات منحشرة في عنق المرارة وعم تضغط من الخارج على القناة الكبدية العامة عم تعمل بنفس الوقت يرقان انسدادي، هاي الحالة بنسميها تناذر مريزي وراح نرجع له بعد شوي. إذا تناذر مريزي رقم 4 على الصورة، حصات منحشرة في عنق المرارة وضاغطة من الخارج على القناة الكبدية العامة وتتسبب التهاب مرارة حاد مع يرقان انسدادي، والانسداد على مستوى يعني القناتين الكبديتين والطرق داخل الكبد، أما القناة الجامعة بتكون طبيعية غير متسعة. إذا عندنا نزلة الحصات ونحن شايفين رقم 5، حصيات القناة الجامعة ممكن تعمل لنا ركودة صفراوية إن كان طرق صفراوية صاعد، أو ممكن تنزل على البنكرياس وتعمل لنا التهاب بنكرياس حاد. الحصيات هي تقريبا أشيع سبب لالتهاب البنكرياس الحاد. رقم 6، ممكن الحصيات خاصة الحصيات الكبيرة بتضغط على جدار المرارة وبصير في عندنا تنخر في جدار المرارة وبتشكل ناسور، وبتنزل الحصيات عبر الأمعاء غالبا عبر العفج وبتسبب انسداد أمعاء الحصات الصفراوية، هذا اختلاط نادر جدا. طبعا الحصات ممكن تسد بوفيري سيندروم، حصات مرارية ثقبت المرارة وسكرت العفج أو مخرج المعدة اسمها بوبي ري سيندروم، إذا نزلت على الأمعاء تعمل انسداد أمعاء فبنسميها جولد ستون إليوس، نسبة أقل من 1 بالألف. رقم 7، شايفين السرطان، الحصيات الصفراوية مرتبطة بالسرطان لكن الشهادة سبته أقل من 1 بالألف، فوجود الحصات لسنوات طويلة في المرارة يؤهب للسرطان لكن بنسبة أقل من 1 بالألف، ونسبة التسرطن قليلة جدا ولا تبرر إن مريض حصات المرارة اللا عرضية إن استأصل المرارة من أجل الوقاية من تشكل سرطان المرارة. إذا هاي أهم المضاعفات الناتجة عن حصيات المرارة، رح نحكي كلمتين عن كل واحد من هالمضاعفات.
نبدأ مع الحصيات اللا عرضية أو الحصيات الصامتة. هاي حصيات إحنا بنكتشفها بالصدفة أثناء أحيانا مريض بروح ليعمل إيكو قلب، طبيب القلب يطلع حصات، أو مريضة بتروح لمراقبة حمل فتكتشف الحصات، مثلا مريض عنده حصيات بولية. إذا هي حصيات تكتشف في أثناء إجراء الإيكو إلى سبب آخر. كيف لازم نتصرف مع هالحصيات؟ نحن لازم نعرف سلوك الحصيات اللا عرضية. فصار في عدة دراسات، ممكن إذا حدا مهتم نبعث له الرابط، في دراسات كبيرة على آلاف المرضى ومتابعة أكثر من 10 سنوات، إنه حصيات لا عرضية يا ترى بعد سنة وسنتين وعشرة إيش ممكن تعمل. فالدراسات الكبرى المرجعية بتقول إنه معظم الحصيات تبقى لا عرضية مدى الحياة. فنحن دراسة سلوك الحصيات على المدى البعيد هو اللي أعطانا توصية إنه الحصيات لا عرضية كقاعدة ليست مستطبة للجراحة. في حالات إحنا بنرشح المرضى للجراحة رح نحكي عنها، لكن القاعدة الحصيات المكتشفة صدفة يلي ما عم تعمل أعراض مراقبة وما بدها جراحة. وحتى لو بدها تعمل مثلا بالأيام تعمل التهاب مرارة أو التهاب بنكرياس، غالبا هالمشاكل تبدأ بفولنج مراري. فنحن بنترك الحصيات لبين ما تعمل أول نوبة ألم ونفكر بجراحة استئصال المرارة. يعني الدراسة الكبرى المرجعية اللي كل مراجع الهضمية عم ترجع لها كل 5 سنوات احتمال 2 او 3% بتشكل الم مراري. طبعا بس صار عندنا الم مراري بتزيد نسبه الاختلاطات. فراقبوا المرضى 15 سنه صار عندنا 15% من المرضى عندهم اختلاطات فقط. اذا الغالبيه العظمى من الحصيات تبقى دون مشاكل اذا نتركها للمراقبه، وبس عملت الم مراري بنحول المريض الى الجراحه. طيب نحن في عندنا مصطلحين، استئصال المرارة الوقائي بروفيلاكتيك يعني، وفي استئصال المرارة أثناء جراحة ثانية يعني دنتال كوليسيستيكتومي، أو استئصال المرارة يعني الجراح فتح البطن وفتحه بشيل المرارة بطريقه ولا لا. فاستئصال المرارة الوقائي المقصود إنه مريض نحن اكتشفنا عنده حصيات مرارة غير عرضية وما عنده سبب آخر لإجراء الجراحة. المريض بده يروح على جراحة الاستئصال مرارة محصة غير عرضية. فمين القاعدة بتقول إنه الحصيات العرضية ليست أسباب للجراحة. لكن في عندنا فئات عندها خطورة أكثر من غيرها ليصير عنده سرطان مرارة. إذا كان حجم الحصات أكثر من 3 سنتيمتر حتى لو كانت لا عرضية الأفضل نستأصل المرارة. إذا كان عند المريض أمراض كيسية، توسعات كيسية بالطرق الصفراوية، داء كارولي أشهر واحد من هالأمراض، لكن في إلى تصنيفات متعددة حسب مكان التوسع. بشكل عام توسعات كيسية بالطرق الصفراوية هي تؤهب للركودة والإنتان ونقص الحصيات، وممكن تؤهب للسرطان فيفضل نستأصل المرارة. إذا كان الحصات مترافقة مع بوليبات مرارية أو مع مرارة بورسلانية يعني اللي هي تكلس في جدار المرارة، إذا كان في عندنا سوء التحام للقناة الجامعة والبنكرياسي هذا بينكشف بالإي آر سي بي أو بالإم آر سي بي. فهاي الفئات من المرضى عندهم خطر أكثر من غيرهم لتشكل أو لتطور سرطان المرارة، فممكن التخطيط لجراحة باردة لاستئصال المرارة. خلافا للمعتقد الشائع مرضى الداء السكري وايضا حتى مرضى فقر الدم الانحلالي ما في استطباب ان استأصل لهم المراره المحصات اللا عرضيه. مرضى الداء السكري وايضا ما مكتوب بالسلايد هون، مرضى فقر الدم الانحلالي ما من الفئات المرشحه لاستئصال المراره الوقائي. هلا لما بيقول لنا انسيدنتال كوليسيستيكتومي، انسيدنت بتيجي بمعنى بالصدفه، يعني الجراح فتح بطن مثلا لاجراء جراحه التهاب زائده او قرحه منثقبه او اي سبب اخر. ف ممكن نقول انه مراره محصات فتحنا يا ترى في مبرر نشيل المراره؟ عموما ما في، يعني
انه انا فتحت بطن لاجراء جراحه معينه تشيل المراره معه، بشكل عام لا ما في توصيه. لكن في بعض الجراحين عن مرضى فقر الدم الانحلالي وخاصه المنجلي ضخامه طحالية عرقلي، وكان الهدف الاساسي من الجراحه هو استئصال الطحال يلي عم يعمل للمريض فقر دم ونقص الصفيحات، فممكن بعض الجراحين يفضل انه يستأصل المراره قبل ما يصير اختلاطات حصيات. حكينا بالمقدمه اثناء اجراء جراحه البدانه المرضيه، في عندنا حالتين، مريض يعني اذا ما كان عنده حصاة اصلا يعني بنشيل المراره للوقايه انه ما تتشكل فيها حصاة، فهون استطباب نوعا ما ضعيف للجراحه. لكن مريض البدانه اذا كان عنده مراره محصاة في نسبه عاليه انه هالحصيات تعمل اختلاطات، فيفضل نستأصل المرارة المحصاة عن مريض جراحة البدانة. إذا للتوضيح وتأكيد الفكرة آخر مرة، مريض بدانة مرضية بي ام اي أكثر من 45 أو أكثر من 40، وبده يدخل لغرفة عمليات لجراحة قص معدي. إذا كانت عنده المرارة غير محصاة ما في حاجة ملحة لاستئصالها، لكن لازم نعطيه دواء الأورسو. أما إذا كانت المرارة عنده محصاة احتمال 30% هالحصاة تلتهب، ففي مبرر منطقي اني نستأصل المرارة عن هؤلاء المرضى. خطر تشكل الحصيات بالنسبة لجراحة زرع الأعضاء، في دراسات بتقول بيزيد الخطر، في دراسات بتقول لا، ما في كثير توصيات صريحة بهالموضوع. إذا بشكل عام حصيات المرارة اللا عرضية المكتشفة صدفة تترك للمراقبة لأنها غالبا ستبقى دون اختلاطات، وترشح للجراحة لما بتبدأ اختلاطاتها بالألم مع فئات معينة مثل الحصيات الكبيرة الترافق مع بوليبات أو مرارة بورسلانية، بنستأصل المرارة بشكل وقائي. هاي توصيات الحصيات المكتشفة صدفة. في بعض الأسئلة على المحادثة، هلا الاستقصاء الذهبي للتشخيص، إذا عم نحكي على حصيات المرارة غالبا نبدأ بالإيكو، وأمراض المرارة الثانية رح نحكي عن الاستقصاء. بالنسبة لحجم الحصيات، إذا كان حصيات لا عرضية أكثر من 3 سم ففي استطباب لجراحة المرارة بشكل وقائي. الموضوع التالي عندنا هو الألم الصفراوي، كنا سابقا نسميه القولنج الصفراوي بالياريكوليت، لكن الألم في الحقيقة ما هو قولنج، ما هو لوبي، وإنما ألم مستمر، ألم ستيدي مستمر، وبالتالي صرنا نسميه بالياري بين، ألم صفراوي وليس قولنج صفراوي أو مراري. نحن قلنا الحصيات يلي عم تعمل ألم بدون التهاب هاي اسمها حصيات عرضية، فانا لما بقول سيمتوماتيك ستونز او بليري بين نفس القصد، انه حصيات عم تعمل بالعاميه بنسميها كريزه مراره او الم مراري. سبب الالم عندنا انسداد عابر بعد الوجبات الدسمه، المراره بتتقلص لافراز الصفراء للمساهمه في هضم الدسم، فبتتقلص المراره والطريق بيكون مسدود بحصاد، فبيحصل الالم نتيجه تشنج في جدار المراره. ما في عندنا التهاب في جدار المرارة، وبالتالي الكريات البيض السي ار بي ما بيكونوا عاليات، ما في عندنا ترفع حراري. الألم عبارة عن تشنج حاد في جدار المرارة لأنه الطريق مسدود بحصار، والانسداد بيكون عابر أقل من 6 ساعات. لما بيستمر الانسداد أكثر من 6 ساعات تبدأ العملية الالتهابية، وبننتقل من ألم مراري إلى التهاب مرارة حاد. لكن أول 6 ساعات الألم عبارة عن ألم تشنجي، ما في أي ارتكاس التهابي، المفروض التحاليل المخبرية كيف تكون طبيعية، ما في عندنا ترفح حراري. صفات الألم بيكون ألم شديد، ألم في أعلى البطن غالبا بالمراق الأيمن، لكن ممكن بالشرسوف أو في المراق الأيسر. ألم شديد أعلى البطن، المريض بيجينا ما هو مرتاح، عنده غثيان، عنده إقياء، عنده حتى تعرق من شدة الألم،
وغالبا يعني بكل الم تحرض بوجبه دسمه. التاكيد انه اعراض عسر الهضم النفخه والتجشؤ وحس الامتلاء ما لها علاقه بالالم المراري. نحن المريض اللي بتبدا الحصيات بالتحرك وبتعمل الم مراري هذا مريض مرشح للجراحه. لكن ما نعرف بشكل منيح صفات الالم المراري، الم شديد مستمر ساعتين ثلاثه في اعلى البطن. وغالبا اذا عملنا ايكو بنشوف الحصاد قرب عنق المراره. اما اذا اجانا مريض عسر هضم وظيفي شكايته نفخه وتجشؤ وامتلاء وعملنا ايكو وشفنا حصيات في المراره، فالافضل ما نبعث المريض للجراحه، لاني غالبا بعد استئصال المراره بصير عندنا شيء اسمه تناذر ما بعد استئصال المراره، اعراض عسر الهضم الوظيفي هاي راح تصير اسوء. فالالم المراري اللي بنبعته على جراحته عن جراحه بارده وليست اسعافيه هو الم حاد وشديد في اعلى البطن ومستمر دون انقطاع لعده ساعات ومحرض بالوجبات الدسمه. عندنا التهاب في جدار المراره، ما عندنا انسداد مستمر، اذا وظائف الكبد المشعرات الالتهابيه كلها بتكون طبيعيه. الاستقصاء البدئي المفضل هو الايكو الطبقي، كثير حالات ممكن الايكو يكشف حصيات ما تظهر على الطبقي لانه كثافه الحصاد تكون نفس كثافه الصفراء، الطبقي ما بيشوفها. فغالبا نحن الاستقصاء البدئي المفضل للالم المراري هو الايكو. الايكو حساسيته ممتازه في كشف الحصيات المراريه. تسكين الالم، المسكن المفضل هي مضادات الالتهاب اللاسteroidية لان في دور للبروستاجلاندينات في هذا الالم. ممكن نعطي مضادات التشنج بسكوبان، ممكن حتى اذا الالم شديد نعطي مبردين او مسكنات افيونيه. والمريض بس صار عنده الم مراري خلاص هذا الالم بده ينقص في فرصه اكبر لتشكل اختلاطات، فالافضل نرشحه بشكل بارد مع التخطيط الجيد لاستئصال المراره. في دراسات بتقول الأسبرين بفيد أو بقلل من نقص نوب الألم المراري لكنه لا يغني عن إجراء الجراحة. إذا مرضى الألم المراري بشكل عام استطباب، خلينا نقول استطباب نسبي للجراحة، الأفضل نبعث المريض على الجراحة لأنه في نسبة عالية تصل إلى 50% لنكس نوب الألم. ممكن الأسبرين يقلل شوي من نكس نواب الألم لكن ما بيقلل من المضاعفات. بس صار المريض عنده ألم مراري صار في عنده فرصة أكبر لتتشكل مضاعفات، التهاب مرارة، التهاب بنكرياس. طبعا النسبة بتضل قليلة لكن معتبرة 1-2%. الأفضل إنه مريض الألم المراري نحوله إلى الجراحة. هلأ كممارسة عملية أطباء الجراحة خاصة بيقول لك إذا الحصيات ناعمة بنخاف من اكثر من الحصيات الخشنه، الحصيات الناعمه ممكن تطلع على البنكرياس، الحصيات الكبيره اكثر من 1 سنتيمتر بتضل محتبسه في المراره. ما لقيت توصيات صريحه حول حجم الحصيات اكبر من 1 سنتي او اقل من 1 سنتي في تسريح موعد الجراحه. المريض لما بيكون عنده الم مراري بتزيد نسبه نكس الالم، بتزيد نسبه الاختلاطات، وبالتالي يفضل انه يتحول بشكل بارد إلى عيادة جراحية لإجراء الفحوصات والاستقصاءات اللازمة، التحضير بشكل بارد واستئصال المرارة بشكل انتخابي. هلا إذا المريض رفض أو كان عنده خطورة جراحية لا بأس بالمراقبة المكثفة مبدئيا. هون عندنا حصاد في المرارة وظل صدوي تحت واضح، الجي بي وول أو جدار المرارة غير متسمك، ما في عندنا التهاب حاد. طبعا علامة التهاب مرارة في عندنا سماكة في الجدار، فنحن عندنا قصة سريرية ملائمة حصاد واضحة مع ظل صدوي والجدار غير متسمك. إذا نحن عندنا هون التشخيص بلياري بين.
استطباب الجراحة باردة، تسكين الألم حاليا، تجنب الوجبات الدسمة، وترشيح المريض لاستئصال مرارة انتخابي. هون عندنا هاي إشارة مثل الصليب عم يقيس سماكة جدار المرارة، بالعاري بنقيس الجدار القريب. احنا عندنا أعلى الصورة هو الجزء القريب على البروب، والجزء تحت هو الجزء البعيد، فعادة بنقيس الجدار القريب لازم يكون أقل من 5 مليمتر. إذا كان سماكة جدار المرارة أكثر من 5 مليمتر معناتها في عندنا سماكة في جدار المرارة قد تعبر عن التهاب في المرارة. هون عندنا الدليل الأوضح، الحصات منحشرة في عنق المرارة، يعني إذا المريض عنده أعراض نموذجية ولقطنا الحصات منحشرة في عنق المرارة، هون بيكون الدليل عندنا أقوى إنه الألم المريض سببه الحصات المرارية. وهون في عندنا حصيات متعددة وظل صدوي واضح. هلا نحن هون شايفين 7 من حصيات، ممكن الجراح يفتح المرارة ويلاقي فيها 100 حصاة. الطحل المراري هذا اللون الرمادي الطحل، شايفين تحته في عنا أبيض، في عنا تعزيز صدوي. ليش ما في عنا شادو؟ طبعا الظل سببه وجود نسبة من الكالسيوم في الحصيات، فإذا كانت الحصيات أو الطحل المراري هون عبارة عن بلورات كوليسترولية نسبة الكالسيوم فيها قليلة، ممكن ما نشوف ظل صدوي. حتى هون على السهم الأصفر عندنا حصات صغيرة ما يتركي ظل، إذا الحصات الكوليسترولية بيور يعني بدون محتوى من الكلس ممكن تطفو على سطح السائل، مثل قطعة السمنة ما بتطفو على وجه المي. ممكن الحصات اللاقية طافية، ما هي مترسبة بفعل الجاذبية وليس وراها ظل. فموضوع الحصات أنه تكون مترسبة أسفل المرارة أو تترك وراها ظل، يعني هذا مو شرط أساسي لتشخيص الحصيات. ممكن حصيات مرارية الصغيرة اللي ما فيها تكلس ما يكون لها ظل صدوي. الموضوع التالي التهاب المرارة الحاد. نحن قلنا الانسداد العابر بالقناة الصفراوية بيعمل لنا قولنج، بس بلشنا نحكي بالالتهابات صرنا نحكي بالمضاعفات أو الاختلاطات للحصيات. هالمرة ما عندنا انسداد عابر، عندنا انسداد مستمر أكثر من 6 ساعات. لما بيطول الانسداد بيرتفع الضغط في المرارة، بتتحرك وسائط التهابية البروستاجلاندينات، في كلام عن فوسفوليباز اي، وبصير في عنا ارتشاح التهابي في جدار المرارة. بالبداية بيكون الالتهاب عقيم، لكن نسبة تقريبا 50% بصير في عنا غزو جرثومي لجدار المرارة انتان ثانوي، ولازم نغطي السلبيات واللاهوائيات. في دراسات أعطاء الإندوميتاسين في المراحل الباكرة تم إجهاض التهاب المرارة عن حيوانات التجربة. المريض ايضا بيجي باعراض مبدئيا بتشبه اعراض الالم المراري، الم حاد في اعلى البطن، الالم شديد، لكن هالمره الالم مستمر اكثر من 6 ساعات. الحراره بتكون واضحه، ممكن المريض يكون عنده حتى يرقان. علامه مورفي، نحن بنجس في منتصف الحافه الضلعيه اليمنى وبنقول للمريض خذ شهيق عميق، مع اخذ الشهيق الكبد بيندفع للاسفل بيدفع المراره، فبيشعر المريض بالالم وبينقطع النفس فجأة. علامة مورفي ممكن تطبقها بالفحص السريري أو ببروب الإيكو، نحط الإيكو على المرارة وبصير فيه بيسموه حصار للشهيق. المريض بيقطع نفسه من شدة الألم، لما المرارة ملتهبة بتصير على تماس مع يد الفاحص أو مع بروب الإيكو. نحن عندنا التهاب يعني كريات البيض عالية، السي آر بي عالي، وممكن يصير فيه شوية ارتفاع في أنزيمات الكبد. هلا الى اي حد مسموح ارتفاع انزيمات الكبد؟ ما في رقم معين، يعني اذا قلنا الاس جي بي تي 100 معناته ما في حصاد قناه جامعه 150 فيه، ما في رقم معين. فنحن لازم نستقصي دائما، بس صار في ارتفاع بانزيمات الكبد نطبق خوارزميه التنبؤ بحصيات القناه الجامعه.
هاي مذكوره بالتفصيل بعد شوي. فبس صار في عندنا مع التهاب المرارة الحاد. طيب التهاب المرارة الحاد بحد ذاته يفسر ارتفاع انزيمات الكبد، لكن نحن لازم نأكد او ننفي وجود حصيات في القناة الجامعة، لانه بيترتب على هالامر اجراء اي ار سي بي بالاضافة الى العمل الجراحي. هاي موجودات الايكو، دائما كنا بنبدأ بالايكو. عندنا حصات وتحتها ظل صدوي، وفي عندنا السهم الازرق في نتحة سائلية خفيفة حول المرارة، وأيضا الأصفر في عندنا سماكة في جدار المرارة. إذا مرارة محصن مع سماكة في الجدار مع نتحة سائلة حول الجدار وصورة سريرية ومخبرية ملائمة، هو أكثر من كافي من أجل إرسال المريض للجراحة وتأكيد التشخيص. غالبا نحن ما بنحتاج لإجراء الطبقي المحوري. شايفين في عندنا هون طبقي، على النجبة في عندنا سماكة في جدار المرارة، وفي عندنا حصيات في المرارة. إذا الحصيات ما فيها كثير تكلس ممكن ما تتميز عن الصفراء بالطبقي. نحن بنعمل طبقي لمرضى التهاب المرارة إذا شكينا التهاب مرارة نفاخي أو انثقاب، أو يعني لتقييم أحشاء البطن عموما. لكن بشكل عام المريض النموذجي صورة الإيكو كافية لوضع تشخيص مؤكد وتحضير المريض للجراحة. هون عندنا مريض التهاب مرارة حاد وكافي عنده حصات مشاهدة على الإيكو بحسب المرجع، لكن لما عمل طبقي لم تشاهد الحصات على الطبقي، لأنه كثافته نفس كثافة الصفراء فما ظهرت بشكل واضح على الطبقي. يعني مو دائما الاستقصاء الأكبر والمكلف أكثر بيعطينا معلومات أكثر. دائما عن تقييم الطرق الصفراوية نبدأ بالإيكو. هذا اللي نوهنا له من شوي، التهاب المرارة النفاخي انفيزميتاس كوليسيستايتس، في عندنا انتان شديد بالبكتيريا اللاهوائية المشكلة للغازات. شايفين السهم الأصفر عم بيجي إلى فقاعات سوداء جي بي المرارة وهي الحصات. فبس شفنا فقاعات غازية في جدار المرارة، هذا مريض تجرى له الجراحة بشكل إسعافي جدا. يعني مريض التهاب المرارة الحاد التقليدي ممكن نعطيه صادات وإماها واستشارات يومين ثلاثة، أما التهاب المرارة النفاخي في خطر عالي للانتقاب فهو بيتنزل بشكل إسعافي إلى غرفة العملية. الاستقصاء الأدق الأكثر دقة لتشخيص التهاب المرارة الحاد هو التصوير الومضاري. فالاستقصاء البدئي المفضل البيست نيشا دايجنوزس هو الايكو. الاستقصاء الاكثر دقه لتشخيص التهاب المراره الحاد هو التصوير الومضاني، لكن غالبا نحن ما لنا بحاجه لهالاستقصاء. التصوير الومضاني نحن بنعطي ماده متالقه بالوريد، شايفين بعد 5 دقائق بلشت ترتسم بالكبد، والكبد بعد 20 دقيقه تقريبا يبدا بافراغ المادة بالطرق الصفراوية. شايفين 20 25 30 بدأت القناة الكبدية العامة ترتسم. المفروض الآن المادة المتألقة طبعا هي عم تنطرح بالصفراء تنزل على المرارة وترسم المرارة. عدم ارتسام المرارة 30 40 60 دقيقة معناتها القناة المرارية مسدودة، اللي هي بالصورة السريرية الملائمة بتشخص التهاب المرارة الحاد. المفروض تظهر المادة المتألقة بعد 30 إلى 60 دقيقة كحد أقصى من إعطاء المادة الضليلة. إذا التصوير الومضاني أحيانا بيكون بالمراجع باسم هايدا سكان، هو الاستقصاء الأكثر دقة اللي هو الماس أكيوريت تيست، لكن غالبا ما لنا بحاجة لهذا الاستقصاء. علاج التهاب المرارة الحاد باختصار، لانه هو تفاصيل انه جراحه تنظيريه ولا مفتوحه هذه بتهم طبيب الجراحه. الاساس انه هو مرض جراحي، والجراحه بشكل عام جراحه يعني ارجنت ما ايمرجنت، يعني ما هي جراحه انه تجرى خلال ساعه من الالتهاب الزائدي. لا، المريض بينام الجناح بياخذ صادات من غطي السلبيات اللاهوائيه، التازوباكتام ببنسلين خيار ممتاز، ممكن مثلا سيفوتاكسين مع مترونيدازول ايضا خيار جيد. فتغطيه السلبيات لهوائيات اماها تصحيح السكر، اضطراب الشوارد،
إذا المريض عنده مشاكل صدرية أو قلبية بيعمل استشارات كاملة وبتنعمل الجراحة خلال نفس الاستشفاء خلال عدة أيام. هاي المريض التقليدي. لكن إذا المريض التهاب مرارة نفاخي أو انتقاب مرارة، هون صار في عندنا جراحة إسعافية وتجرى الجراحة مباشرة. طيب إذا كان في عندنا مريض عنده خطورة قلبية أو صدرية عالية لإجراء العمل الجراحي، قد يكون العلاج بالسيرومات والصادات كافي لإجهاض نوبة الالتهاب، طبعا في نسبة معتبرة للنكس، لكن يعني خيار مقبول إنه علاج دوائي محافظ دون عمل جراحي مع المراقبة المكثفة لهؤلاء المرضى. طيب إذا عندنا مريض عنده خطورة جراحية وأعطينا أقوى الصادات وما استجاب، فنحن ممكن نعمل تفجير للمرارة عبر جدار البطن أو عن طريق الاي ار سي بي. يعني احسن ما تنفجر هالمراره ويصير في عندنا التهاب ريتوان صفراوي، نحن بنعمل نزح صفراوي. هاي تقنيات متقدمه جدا. الصوره على اليمين هاي اي ار سي بي، هاي ظل المنظار، وتم تركيب شبكه طويله طلعت من القناه الجامعه الى القناه الصفراويه الى داخل المراره، وصار في عندنا تصريف للصفراء والقيح عبر هذه الشبكه. وممكن نحن نعمل شبكة مباشرة من جدار المرارة إلى جدار العفج. إذا عن طريق التنظير الهضمي التقنيات المتقدمة جدا لسه ما وصلت لعنا، أنا أحط تصريف بدون شق جراحي، حتى هذا الإجراء بنعمل بتركين بدون تخدير عام، إما عبر من جدار المرارة إلى جدار العفج أو ستنت من المرارة تتجاوز القناة الكيسية وبتنزل إلى مجال الفاتر. وممكن إذا ما عندنا التقنيات المتقدمة نحن نعمل تفجير للمرارة عبر الجلد بتوجيه الأشعة من داخل المفجر عبر الجلد عبر الكبد إلى المرارة. هون عندنا ظل القناة موضحة بهالشكل، هاي أنبوب التفجير، هاي المتعرجة هي قناة المرارة وهاي القناة الصفراوية. إذا المريض اللي عنده مرارة ملتهبة بشدة وعنده خطورة للجراحة وما استجاب للعلاج بالصادات، ممكن نحن نعمل فغر للمرارة ونفجر هالقيح إلى خارج الجسم أحسن ما تنفجر المرارة في جوف البطن. التهاب البريتوان الصفراوي إنذاره سيء جدا ومهدد للحياة. التهاب المرارة الحاد اللا حصوي، فغر المرارة عن طريق الجلد يجرى أو إجراء بسيط بالنسبة لأي طبيب جراحة عامة. زميل حكمة عم يسأل، فغر المرارة عبر الجلد مثل تفجير أي خراج عبر الجلد، إجراء أي طبيب جراحة بيحسن يشتغله. التهاب المرارة الحاد 90% حصوي، 10% بيكون لا حصوي. التهاب المرارة الحصوي كان سببه انسداد مستديم في قناة المرارة والتهاب في جدار المرارة. لا حصوي بيشبه قرحة الشدة. المريض اللي عنده حالة حرجة، صدمة إنتانية أو حروق أو مريض قصور تنفسي، الدم بيروح على الأعضاء النبيلة فبصير في نوعا ما نقص تروي بالسبيل الهضمي. عموما في عندنا نقص تروية للمرارة، إقفار المرارة، هذا بيؤهب لالتهاب مرارة حاد بدون حصيات. إذا السبب هو نقص تروية المرارة في سياق حالة ستريس اللي عند المريض. نحن الصورة النموذجية يكون عندنا مريض في العناية، مريض لنفرض نايم عندنا بصدمة إنتانية ومغطينه بالصادات وأموره كانت جيدة، بلش بالتحسن وفجأة بنشوف تدهور. رجع انصدم المريض، نزل الضغط، تسرع النبض، صار عنده حرارة، مشعلات الالتهاب ارتفعت. يعني غالبا هيك مرضى بيكونوا حاله كوما او سيمي كوما، ما عنده قدره انه يوصف شكايه، فما فينا نعرف انه عنده الم في اعلى البطن او الى اخره. نعتمد على تدهور الحاله السريريه، تدهور المشعرات المخبريه وارتفاع في انزيمات الكبد. لازم نشك انه من اسباب هالتدهور التهاب لا حصوي في جدار المراره، يشخص بسهوله بالايكو. ما حطيت له صوره هون. نفس العلامات، سماكة في الجدار
نبحث إلى حول جدار المرارة بدون مشاهدة حصاد. للأسف هؤلاء المرضى غالبا غير مرشحين للجراحة، فبنضطر إلى علاجهم بالصادات أو بفغر المرارة عبر الجلد. التهاب المرارة الحاد لاحظوا نسبة وفيات فيه عالية، حاكين أرقام 70 أو 75% في حال لم يعالج طبعا. فدائما أنا كمناوب عناية إذا عندي مريض بحالة عامة سيئة وصار فيه تدهور ارتفاع في أنزيمات الكبد، لازم نشد بالتهاب مرارة حاد لاحظ. موضوع حصيات والتهاب القناة الصفراوية الجامعة. الحصيات المشاهدة في القناة الصفراوية الجامعة 90% بتكون نازلة من المرارة، وخاصة الحصيات الصغيرة بنسبة قليلة. إذا في عندنا أنا تضيق التهاب طرق صفراوية مصلب، ده اللي في الكيسة. إذا كان في عندنا بيحكوا عن المتورقات، هاي بعض الديدان ما هي موجودة عندنا، موجودة في شرق آسيا. فإذا كان في عندنا مشكلة بالطرق الصفراوية ممكن تتشكل بشكل بدء بالطرق الصفراوية بدون ما تكون نازلة من المرارة. حصيات المرارة، حصيات القناة الجامعة حتى لو كانت لا عرضية يجب أن تعالج، لأنه نسبة الاختلاطات الناتجة عنها كبيرة، وهي اختلاطات خطيرة ومهددة للحياة. التهاب بنكرياس حاد حصوي، التهاب طرق صفراوية صاعد. الالتهابات المتكررة بتعمل تليف بالشجرة الصفراوية، هذا المرض بنسميه تشمع صفراوي ثانوي. والالتهاب بس أزمن ممكن يكون مؤهب للكولانجيو كارسينوما. فحصيات القناة الجامعة اختلاطاتها شائعة وخطيرة، ودائما لازم أن تستخرج حصيات القناة الجامعة حتى لو كانت غير عرضية. نحن كيف نشخص حصيات القناة الجامعة؟ كنا دائما بأمراض الطرق الصفراوية نبدأ بالإيكو. الإيكو ممتاز لحصيات المرارة لكنه متوسط الحساسية بالنسبة لحصيات القناة الجامعة. صح الإيكو ما بيشوف حصيات القناة الجامعة لكن بيشوف توسع القنوات الصفراوية. نحن المنظر الطبيعي اللي نشوفه وريد الباب، هل لمع العريضة رقم واحد؟ اللمعة العريضة هون وريد الباب، وفي عندنا قناة رفيعة مثل الشعرة بتمشي موازية. بتعرف نحن عندنا الثلاثية البابية، وريد الباب والقناة الجامعة والشريان الكبدي. فالقناة الجامعة قناة رفيعة ماشي بالتوازي مع وريد الباب. نحن لما بنصور مريض بندور على وريد الباب وبنناور بالبروب لنشوف هالقناة الرفيعة فوق وريد الباب. المكان المثالي لمشاهدة القناة الجامعة إذا شايفين هون عم بيأشر لنا وين محطوط البروب. البروب محطوط في منتصف الحافة الضلعية وموجه نحو الكتف الأيمن للمريض. فهون بيكشف لنا البورتا هيباتس أو بوابة الكبد، عندنا هاي وريد الباب عم بيدخل إلى الكبد، والقناة الجامعة فوقه كمان بايدك عم تطلع من الكبد، شايفين متسعة في الجزء البعيد. عندنا هاي كتاب ما يوضح هون رأس البنكرياس، والاي في سي هو الوريد الاجوف السفلي. اذا بنحط البروب بشكل مائل على الحافه الضلعيه اليمنى للمريض وموجه البروب، الانديكيتر او النوتش على البروب موجهه نحو الكتف الايمن للمريض، بنحاول نشوف الحافه اليسرى للكبد، هاي حافه الفص الايسر، ونشوف وريد الباب داخل على الكبد وفوقه القناه الجامعه. هون شفنا حصيات. إذا الإيكو ممتاز بكشف توسع القناة الجامعة. لما بتكون القناة الجامعة متوسعة كثير الإيكو ممكن يشوف الحصيات. كل ما كان توسع القناة الجامعة أكبر الإيكو بيشوف محتواها بشكل أوضح. هون عندنا مرارة متسمكة الجدران، وعندنا السهم عم بيشير إلى حصاد في الجزء البعيد من القناة الجامعة. دائما اللي بيحل حالات سريريه عالميه ستيبات او بورد او ما شابه بيقول لك ما هو الاستقصاء البدئي الافضل وما هو الاستقصاء الاكثر دقه. والاستقصاء الاكثر دقه ليس بالضروره اني اعمله،
فالاستقصاء البدئي الافضل لحصيات المراره والالتهاب المراره هو الايكو. الاستقصاء الاكثر دقه لالتهاب المراره الحاد انه هو التصوير الومضاني، غالبا ما نحتاجه. بالنسبه لحصيات القناه الجامعه، الاستقصاء الافضل البدئي الافضل هو الايكو. الاستقصاء الاكثر دقه لحصيات القناه الجامعه هو الايكو عبر التنظير. الايكو عبر التنظير افضل من الاي ار سي بي ومن الام ار سي بي كدقه تشخيصيه لحصيات القناه الجامعه، لكن الايكو عبر التنظير بالنسبه لحصيات القناه الجامعه هو اجراء تشخيصي فقط. عندنا نفس المنظار الهضمي بيدخل تقريبا الى العفج، وبراس المنظار في عندنا بروب بيرسل امواج فوق صوتيه بهالشكل. هون عندنا مركز هالدوائر هو راس البروب، وعندنا القناه الجامعه، وفي عندنا حصات في الجزء البعيد من القناه الجامعه بهالصوره. هون الصوره اوضح، وهاي الحصيات في القناه الجامعه. طبعا الايكو عبر التنظير هو الاستقصاء الادق، لكن انا اذا عندي بشكل واضح مريض عنده حصيات قناه جامعه، في عندنا دليل واضح على وجوده، مباشره بنروح على الاي ار سي بي. الاي ار سي بي اختصار لاندوسكوبي ريتروجريد كولانجيو باكريتوغرافي، يعني عبر التنظير انا عندي منظار هضمي بتصميم خاص بيدخل المنظار حتى القطعه الثانيه للعفج، ومنوقف عدسة المنظار تماما امام الحليمي، امام جلباتر، وبعدين منطالع كانيولا من المنظار، وهاي الكانيولا بتدخل الى القناه الجامعه وبتحقن الماده الضليله بعكس اتجاه جريان الصفراء. ليش اسمه ريتروجريد؟ يعني بالطريق الراجع، الصفراء نازله من الكبد وانا الماده الضليله عم بحقنها صعودا. كولانجيو باكريتوغرافي عن تصوير ظلي للقناة الصفراوية، وممكن نصور قناة البيل البنكرياسية إذا كان في استقباب. إذا هاي تمثيل للطبيب، في عنده أمام الطبيب في شاشتين، في شاشة فيها كاميرا لنشوف جوف الأمعاء ونشوف الحليمة، والشاشة الثانية في عندنا هي شاشة أشعة لانه الشجره الصفراويه من تصوير ظليل بالاي ار سي بي. طبعا الاي ار سي بي اجراء بده فريق طبيب ومساعد وفني اشعه، يعني على الاقل 3 اشخاص عم يشتغلوا، بالاضافه الى فني التخدير 4 اشخاص. اذا نحن الصوره الى اليسار اللي بتشوفنا هي شاشه المنظار، والمنظار يقف تماما مقابل بجل الفاتر، والشاشة الثانية اللي هي شاشة الأشعة، المنظار حقن المادة الضليلة. هاي القناة الرايحة باتجاه الساعة 3 للصورة الرفيعة هي القناة البنكرياسية، أما القناة اللي عم تتقاطع على المنظار وتصعد إلى الأعلى فهي القناة الجامعة، وهاي الشجرة الصفراوية داخل الكبد. هاي الصورة المتقطعة هون، المرارة يبدو أن المرارة مليئة بالحصيات. هاي الكانيولا او بنسميه القفطار، سفنكتر توم او خازع المسره، كانيولا خاصه تطلع من المنظار وبتدخل الى مجال فاتر، وبعدين بنحقن ماده ظليله وبنرسم الشجره الصفراويه من اجل التشخيص. نحن في عندنا تضيق، في عندنا تسريب صفراوي، في عندنا حصيات من اجل التدبير الملائم. هون عندنا ظل المنظار، طبعا اذا ملاحظين على اليسار الشجره الصفراويه بلون ابيض، على اليمين الشجره الصفراويه بلون اسود. هاي من اعدادات الجهاز، ممكن فني الاشعه بكبسه زر يقلب الالوان، ففي اطباء بفضلوا يشوفوا الشجره الصفراويه بالابيض، في اطباء بفضلوا بالاسود. هاي يعني مجرد اعدادات الجهاز. شايفين هالفقاعات هي عباره عن مناطق نقص امتلاء تعبر عن حصيات. على الصوره على اليمين في عندنا توسع قطر المنظار حوالي 11 ملي متر، قناة جامعة الطبيعية قطرها 6 ملي، فنحن عندنا قناة جامعة أوسع من المنظار، يعني هون 13 14 ملي متر تقريبا، وهاي عندنا هالنجوم
عم بتأشر إلى ظلال حصوية متعددة في القناة الجامعة. هون بدنا خزع واسع للحليمة واستخراج الحصيات من الحليمة. في حال ما حسنا نستخرج الحصيات، نحاول إدخال شبكة تتجاوز الحصيات وتصل إلى فوق مستوى الحصيات من أجل على الأقل تأمين تصريف صفراوي لما يصير عند المريض ركودة صفراوية وامتناع. التهاب الطرق الصفراوية الحاد، احنا كنا نسميه الصاعد يعني ascending cholangitis، لكن حديثا عم يفضل نسميه انه التهاب حاد وليس صاعد، ونفس المرض. الالتهاب الحاد هو انتان جرثومي، جرثومي يعني مو فيروسي او شيء، انتان جرثومي غالبا السلبيات واللاهوائيات بسبب الركودة الصفراوية. الركودة قد يكون سببها حصيات او ورم رأس بنكرياس، بس صار في عندنا انسداد في مجرى الصفراء بصير في عندنا خطر لإنتان، وهذا الإنتان مهدد للحياة. هلا نحن كلاسيكيا بشكل تقليدي كنا نعتمد على ثلاثية شاركوت اللي هي يرقان وألم مراق أيمن وحمى. ثلاثية شاركوت للتشخيص، إذا صارت خماسية يعني صار في عندنا إذا صار في عندنا صدمة وتخليل ظهري تبدو بالحاله العقليه صار في عندنا خماسيه رينو، وهم يكون المريض اقرب للموت من الحياه. طبعا مخبريا في عندنا مشعرات التهابيه ومشعرات الركوده الصفراويه. المشعرات الالتهابيه ارتفاع كريات بيض سي ار بي، والمشعرات الركوديه ارتفاع بيليروبين وارتفاع الفوسفاتاز القلويه. نحن بنبدا بالتشخيص بالايكو، بنشوف مراره محصات مع توسع الطرق الصفراويه داخل الكبد. الايكو عبر التنظير هو الادق والافضل لتشخيص حصيات القناه الجامعه، لكن اذا في عندنا صوره التهابيه واضحه ممكن ما نعمل ايكو عبر التنظير، من الايكو التقليدي مباشره نحول المريض الى الاي ار سي بي. لكن الحقيقه ثلاثيه شاركوت اليرقان والالم والحمى حساسيتها ضعيفة، وخاصة موضوع اليرقان كثير بيتأخر عند المرضى، فإذا نحن بدنا نستنى لتكتمل ثلاثية شاركوت بنكون ضيعنا التشخيص على كثير مرضى. فطلع في عندنا تحديث لمعايير تشخيص التهاب الطرق الصفراوية اللي هي طوكيو جايد لاين لتشخيص التهاب الطرق الصفراوية الحاد. إرشادات طوكيو بشكل عام رح نعرضها بالتفصيل بالشريحة التالية. إرشادات طوكيو هي عبارة عن مشعر التهابي مع مشعر ركودة صفراوية مع موجودات التصوير غالبا بالإيكو بتقول إنه الالتهاب بؤرته صفراوية. طبعا الجولد ستاندرد والاستقصاء أو العلامة الأدق لتشخيص التهاب الطرق الصفراوية حد إنه نحن لما بنعمل اي ار سي بي وخزع للحليمة، هذا الأصفر هو سلك دليل، وهاي الرغوة البيضاء كلها عبارة عن قيح كثيف يخرج من المجل. خروج القيح من الطرق الصفراوية هو المشعر اليقيني أنه المريض في عنده التهاب طرق صفراوية حاد، مرض قاتل ما لم يعالج بالشكل الملائم. والاي ار سي بي هون بيكون مستعجل، يعني يفضل خلال 48 ساعة أنه ينعمل. هلا معايير طوكيو بالضبط مسحت لكم اياها حرفيا من المرجع. باختصار هي عندنا مشعر التهابي مع مشعر ركودة صفراوية مع مشعر للتصوير. معايير طوكيو بإيش بتفيد؟ بتفيد بتشخيص التهاب الطرق الصفراوية الصاعد. مشعر التهابي حرق عروقات ارتفاع أو انخفاض كريات البيض ارتفاع السي آر بي، واحد من هدول صار اسمه مشعر التهابي. مشعر الركودة الصفراوية الأقوى أنه يكون في عندنا يرقان، وممكن نقبل بارتفاع انزيمات الكبد الاخرى الـ ALT او الالكالين فوسفاتاز. اذا في عندنا التهاب في عندنا ركوده صفراويه بيكون في عندنا دليل تصويري على مشكله في مستوى الطرق الصفراويه، خاصه توسع الطرق الصفراويه داخل الكبد، حصات عفوا ستنت قديمه، مريض عامل اي ار سي بي سابقا وستنت مسدوده، أو حصات أو مريض ورم بنكرياس، أو مثلا كيسة كبدية ضاغطة. إذا بده يكون في عندنا دليل بالتصوير
انه عندنا مشكله على مستوى الطرق الصفراويه. فاذا كان في عندنا، طبعا احنا الالتهاب شرط اساسي، اذا كان في عندنا مشعر التهابي ومشعر اخر، يعني اثنين من ثلاثه تحقق، نحن عندنا شك بالتشخيص. اما اذا تحققت المشعرات الثلاثه فنحن عندنا التشخيص محسوم. اذا معايير طوكيو باختصار، انا كيف بشخص التهاب الطرق الصفراويه الحاد؟ دليل على التهاب، دليل على الركود الصفراويه، مع دليل تصويري. يعني اذا المريض عنده التهاب وتوسع طرق صفراويه واس جي بي تي مثلا مرتفع، ولكن المريض ما عنده يرقات، هذا مريض التهاب طرق صفراويه. المعايير هاي نزلت عام 2018 وما نزل شيء احدث منها بهالموضوع. الاكيوت كولانجيتيس اذا تشخص فهو استطباب للارجنت اي ار سي بي. يعني انا بالتحاليل وبالايكو اذا شخصنا الكولانجيتيس ما لازم نعمل لا ام ار سي بي ولا ايكو عبر التنظير، مباشره بنمشي من الايكو باتجاه الاي ار سي بي. طيب في عندنا نحن موضوع متكرر بشده، انه انا قلت مريض التهاب بنكرياس حاد وعنده ارتفاع انزيمات الكبد، شيء ما هو مستغرب لاني كل حال او معظم حالات التهاب البنكرياس الحاد عندنا سبب حصوي. هذا المريض التهاب البنكرياس اللي عنده شويه ارتفاع بانزيمات الكبد، يا ترى اسا في عنده حصاد في القناه الجامعه ولا لا؟ نبعته على اي ار سي بي اسعافي ولا لا؟ السيناريو الثاني، مريض بغرفه العمليات ومريض عنده حصيات مراره وكان مرشح للجراحه، سواء كان مريض التهاب مراره او مريض قولنج مراري. فالجراح بيقول لي انه المريض عنده حصيات مراره، بعمل له الجراحه الا بده اي ار سي بي في الاول. فمريض المراره المحصات مريض التهاب البنكرياس الحصوي. اذا كيف انا بدي اعرف انه عنده حصات في القناه الجامعه ام لا؟ بدي اعمله اي ار سي بي ام لا؟ طبعا الجواب السهل انه اعمل اي ار سي بي للكل، جواب ما له سهل ابدا. اي ار سي بي اجراء باضع، اجراء مكلف، نسبة لا تقل عن 20% بيفشل الإجراء أصلا حتى بيد الخبراء، وله اختلاطات، صح نسبة اختلاطات قليلة لكن اختلاطات سيئة. التهاب بنكرياس حتى لو نفذ منه المريض ممكن يترك اختلاطات على المدى البعيد، الانتقاء قد يكون مهدد للحياة. ففي تعليمات صارمة أن الـ ERCP هو إجراء علاجي فقط وليس إجراء تشخيصي. كيف بدي اعرف انه في عندي حصيات في القناه الجامعه؟ نحن بنستخدم معايير محدده، معايير الجمعيه الامريكيه للتنظيم الهضمي اللي هي عام 2019، وهاي المعايير هون موضحه بالتفصيل. اذا بدنا نختصر هالجدول كله بكلمه، المريض التهاب البنكرياس او المراره المحصات، اذا كان انزيمات الكبد عنده طبيعيه وقطر القناه الجامعه طبيعيه، فاحتمال وجود حصيات القناه الجامعه منخفض جدا، بروح الجراحه مباشره. اذا كان في عندنا مشكله في انزيمات الكبد او توسع بالطرق الصفراويه، فالمريض عنده شك متوسط او كبير بحصيات القناه الجامعه، ممكن احنا نبعته على الاي ار سي بي. مرضى الشك العالي نحن نشوف حصات في القناه الجامعه بالايكو، او نشخص التهاب الطرق الصفراويه بمعايير طوكيو اللي حكينا عنها، أو يكون بيليروبين أكثر من 4 مع توسع القناة الجامعة. المريض اللي بيحقق واحد من هالثلاث شروط، هون احتمال أكثر من 50% يكون عنده حصات في القناة الجامعة واستطباب مباشر للإي آر سي. إذا كان المريض عنده ارتفاع في أنزيمات الكبد لكن البيليروبين أقل من 4، إذا كان في عنده توسع في القناة الجامعة لكن ما ترافق مع بيليروبين عالي، فهون في عندنا شك متوسط، وممكن نعمل ايكو عبر التنظير او ام ار سي بي، او حتى نعمل اي ار سي بي اذا هالاستقصاءات ما هي متوفره. فانا اذا طبيب الداخليه اللي عم يتابع مريض التهاب بنكرياس، او طبيب الجراحه اللي عنده مريض مراره محصات وسالني انه هذا المريض بحاجه لاي ار سي بي ام لا، الجواب باختصار نعمله انزيمات كبد كامله وبنعمل ايكو. إذا الأنزيمات بالكامل طبيعي والإيكو ما في عندنا توسع بالطرق الصفراوية، الجواب بدقة احتمال أقل من 5% لحصيات القناة الجامعة
والمريض بيروح على الجراحة مباشرة. إذا كان في عندنا مشكلة بالتصوير أو بالتحاليل فالمريض قد يدخل بالفئة المتوسطة أو العالية، فممكن ندرسه لإجراء ERCP. هل ERCP بارد ولا إسعافي؟ حسب الحالة العامة للمريض. إذا عندنا التهاب طرق صفراوي حاد، التهاب بنكرياس شديد، بيكون الإجراء إسعافي. إذا الأمر ما هو حاد كثير ممكن تتبرد الحالة عدة أيام. فنحن بكفي نحفظ اللو بروبابيليتي اللي هو المريض ايكو والتحاليل الطبيعية، من كله مباشرة إلى جراحة استئصال المرارة. طبعا نحن ما عم نتطرق أبدا إنه المرارة جراحة تنظيرية ولا مفتوحة، هاي موضوع جراحي بحت ممكن يحكي لنا عنه طبيب جراحة بجلسة منفصلة. نحن عم نحكي من وجهة نظر طبيب الداخلية. ضل عندنا فقرات صغيرة ما فصلنا فيها كثير، الاس او دي او خلل وظيفة مسرة اودي. خلل وظيفة مسرة اودي، نحن عندنا تشنج على مستوى مسرة اودي. هذا التشنج العرض الاساسي والثابت لازم يعمله، لازم يعمل الم مراري. ممكن يعمل انسداد وظيفي، يعني بيشبه الاكالازيا بالمريء، انسداد وظيفي في القناة الجامعة. فصار في عندنا انسداد ممكن يؤدي إلى ارتفاع في أنزيمات الكبد أو توسع بالطرق الصفراوية. فإذا المريض حقق المعايير الثلاثة، يعني الألم المراري وارتفاع أنزيمات الكبد وتوسع الطرق الصفراوية، هذا سابقا كنا نسميه تايب 1 اس او دي، هلا عم يسموه اس او دي ستينوزس. هذا مريض تماما مثل الاكالازيا بالمريء، بيستفيد بشكل مؤكد من خزع المسرة. طيب اذا المريض حقق شرطين فقط، يعني الم مراري مع اما ارتفاع انزيمات الكبد او توسع بالطرق، هون المريض قد يكون انسداد حقيقي او يكون الم وظيفي. فهذا ممكن يستفيد من خزع المسرة، ولكن نسبة الاستفادة اقل من النمط الاول، فممكن نعطي المريض مضاد تشنج او مضاد اكتئاب. اما المريض يلي عنده الم بدون ارتفاع في انزيمات الكبد وبدون توسع بالطرق الصفراويه، هذا سابقا كان اسمه النمط الثالث وتم الغائه، ويجب ان لا يخضع ل ERCP. هون الشكل هذا او المخطط بيوضح. اذا تحققت المعايير الثلاثه، الألم المراري وتوسع الطرق الصفراوية وارتفاع أنزيمات الكبد، المريض بده ERCP مع خزع مسرة استطباب قوي. طيب إذا تحقق عندنا شرطين، ألم مراري مع إما ارتفاع أنزيمات الكبد أو توسع الطرق الصفراوية، ممكن المريض يستفيد بالـ ERCP استطباب، يعني شوي أبرد من الحالة الأولى. الفكرة اللي بدنا نأكد عليها، المريض يلي عنده ألم مراري فقط بدون اي مشعر صفراوي، يعني انزيمات كبد طبيعيه وقطر قناه جامعه طبيعيه، يجب ان لا يخضع لاي ار سي بي. كثير بيجينا استشاره بهالموضوع، مريض عنده نوب الم حاد، ما في مراره محصات، ما في ارتفاع في انزيمات الكبد والطرق الصفراويه، يجب ان لا يخضع لاي ار سي بي لانه اجراء باضع جدا وله اختلاطات. دكتور مصطفى عم بيسأل كيف بدنا نميز بين النمط الاول وحصيات القناه الجامعه. في الحقيقه ما بتميز لبعد ما تعمل ERCP وتخزع القناه وتصور وتكتشف انه ما كان في حصاد. يعني حتى بيدخل بالتشخيص التفريقي مع هاي الحالات اورام، ورم في نهايه القناه الجامعه او ورم بالكرياس. فنحن ما بنقول التشخيص اس او دي او عسر وظيفه مصر لبعد ما نعمل الاي ار سي بي وننفي وجود حصيات في القناه الجامعه وننفي ايضا ورم البنكرياس كسبب ساد للمسرة. لكن الأكيد أنه مريض مثلا التهاب بنكرياس أو ألم مراري بدون أي مشعر صفراوي، يعني الطرق الصفراوية ما هي متوسعة، أنزيمات الكبد ما هي مرتفعة، يجب أن لا يخضع لـ ERCP لأنه إجراء باضع ومكلف. على فكرة خزع المسرة بالـ ERCP يؤهب لإنتانات لاحقة في القناة الجامعة. نحن عندنا المسرة مثل صمام تمنع صعود البكتيريا
للقناه الجامعه، فما بصير نقول اعمل له اي ار سي بي ايش خسران، اعمل خزع على المصره ايش خسران، لا، المريض بتصير هالمصره مفتوحه عنده اثناء الصيام واثناء الاكل، فبتصير طريق لصعود البكتيريا وبتاهب لحصيات في القناه الجامعه. هاي حصيات بتكون من النوع البني، اللي هي حصيات نتيجه الركوده والانتانه. اذا ما عندي توسع بالطرق الصفراويه او ارتفاع انزيم الكبد ما لازم نعمل اي ار سي. بوليبات المراره، طبعا البوليب نحن بنشوفه مثل نتوء، شايفين السهم الاحمر، غالبا يكتشف بالصدفه، نتوء نسيجي في المراره ما له ظل صدوي، قلبنا المريض يمين يسار ما بيتحرك بتغيير الوضعيه، فنسبه بيقولوا 1 الى 5% من المرضى اللي عم يعملوا ايكو بطن يشخص بالصدفه، وغالبا بيكون سليم وما بده اي متابعه. اقل من 0.5% من الحالات بيكون البوليب ورمي، بيكون ادينوما وبيكون بحاجه للاستئصال. طبعا نحن اذا شفنا بوليب في المراره العلاج هو استئصال مراره، طبعا مو كل المرضى، في فئه قليله جدا من المرضى اللي عندهم بوليبات في المراره مرشح لاستئصال مراره، يعني مو استئصال بوليب، استئصال المراره. يا اما بده يكون البوليب كبير، بوليب كبير يعني اكثر من 1 سم، إذا أصغر من 1 سم بنعيد الإيكو كل 6 شهور، كان 3 ملي صار 7 ملي، يتزايد حجمه مع مرور الوقت، أيضا استئصال المرارة. البوليب مع حصيات صفراوية وخاصة عرضية، استطباب للجراحة، البوليب مع التهاب طرق صفراوي مصلب، هذا مرض يؤهب للكولاجيو كارسينوما، مع المرارة البرسلانية مع قصة عائلية للسرطانات احنا ممكن نستأصله. في كلام مذكور بمراجع ما مذكور بغيرها، انه البوليبات المتعدده حتى لو كانت صغيره ممكن تكون استطباب للجراحه، لكن البوليب اللي حجمه صغير وثابت حجمه مع المراقبه المتكرره، ما في معه حصيات في المراره، ما في مراره برسلانيه، يترك للمراقبه. اقل من 0.5% من الحالات البوليبات تكون ورميه. فإذا كان أقل من 0.5%، خلينا نقول 1%، عم تعمل مشاكل من غير المبرر، إنه كل ما نشوف بوليب مرارة نبعث المريض على جراحة استئصال مرارة. يعني دائما التوصيات بخصوص الحصيات والبوليبات مبنية على الناتشرال هيستوري، يعني دراسات كبيرة عم تتابع هالمرضى وبتشوف كيف عم تتطور هالمشاكل وبتعطينا توصيات، فنحن لازم نمشي مع التوصيات. ليش ما بنشيل المرارة عن المرضى اللي عندهم بوليبات؟ لأنه 99% من المرضى ما بحاجة للجراحة. تناظر مريزي بهمنا نعرف فكرة عنه، هو موضوع جراحي أكثر ما يكون موضوع للداخلية. 1 إلى 2% من المرضى الخاضعين لجراحة مرارة بيتشخص، وكثير أحيانا بيتشخص أثناء الجراحة. تناظر ميريزي، بدنا نحط على الصورة ونرجع للشريحة، عندنا الحصات، شايفين الشكل الترسيمي، حصات منحشرة في عنق المرارة وعم تعمل انضغاط خارج على القناة الكبدية العامة، الكومن هيباتيك داكت، فمستوى الانسدار عم بيكون بالقناة الكبدية العامة والطرق الصفراوية داخل الكبد، أما القناة الجامعة بتكون طبيعية. إذا التهاب مرارة حاد زائد يرقان انسداري، ومستوى التوسع بيكون داخل الكبد مع طرق صفراء مع قناة جامعة طبيعية. تناظر ميريزي بيتصنف لثلاث أو أربع أنواع حسب وجود ناسور، وين الناسور عم بيكون. نحن عندنا حصات، نرجع على الصورة على اليمين، حصات منحشرة في عنق المرارة وعم تضغط على القناة الكبدية العامة، فممكن تعمل تنخر بالجدار وتعمل ناسور، ناسور بين المرارة والقناة الكبدية العامة، هاي شكل ترسيمي. إذا الناسور بين المرارة والقناة الكبدية العامة، حسب حجم الناسور بيكون التدبير. طبعا غالبا تناظر ميريزي بتكون الجراحة مفتوحة، صعب يعني تتعالج المرارة بالجراحة التنظيرية، لأنه من الشائع يكون في تنخر، تقريبا 90% من الحالات بيكون في عنا أذية بالقناة الكبدية العامة، بيكون عنا تسريب صفراوي. فإذا كان في عندنا هالناسور
صغير ممكن نحن نسكره بستنت، إذا كان الناسور كبير ممكن يحتاج إلى جراحة وهي بنسميها تي تيوب، حتى ممكن جراحة تكون مفاغرة في القناة الصفراوية مع الأمعاء. تي تيوب عبارة عن أنبوب بذراعين، الذراع العمودي هو دعامي للقناة الصفراوية مثل شبكة لتصريف الصفراء من الكبد إلى الأمعاء، والذراع الآخر هو عبارة عن مفجر إلى خارج الجسم. هذا أنبوب اسمه تي تيوب، متوفر عنا وأطباء الجراحة كثير بيستخدموه لإصلاح أذيات القناة الصفراوية أثناء العمل الجراحي. إذا تناثر ميريزي هو موضوع جراحي أكثر ما أنه داخلي، لكن نحن بهمنا نعرف أنه هو عبارة عن حصات منحشرة في عنق المرارة تضغط على القناة الكبدية العامة، فبنشوف الشغلتين سوا، التهاب مرارة حاد مع يرقان انسداري. اليرقان سببه انضغاط خارجي، يعني إذا حاولنا نعمل اي ار سي بي ما بنقدر نستخرج الحصات، وغالبا المريض اذا تحول للجراحه وطبيب الجراحه يقوم باصلاح الناسور اما بانبوب تي تيوب، او اذا كان التسريب كثير كبير بيعمل مفاغره صفراويه معويه. اخيرا من الاختلاطات النادره قلنا حصات المراره ممكن نتيجة الانضغاط المزمن تعمل تنخر في جدار المرارة وتثقب جدار المرارة وتنزل بالأمعاء وتسد. أضيق منطقة بالأمعاء هي اللفائفة قبل الصمام بحوالي 20 سم، تعمل انسداد على مستوى الأمعاء الدقيقة. هاي الحالة اسمها جول ستون إليوس، مذكورة بالأدب الطبي، أنا شفتها مرتين، طبعا حالة جراحية انسحاب مرارة بالإضافة للحصات السادة. في عنا استطباب قوي للعلاج الجراحي للانسداد وإصلاح، طبعا استئصال المرارة المنتقبة مع إصلاح الانتقاب اللي عم يصير على مستوى العفج وتحرير انسداد الأمعاء. الشيء اللي حكيناه غايد بنفيض، لسه في كثير مواضيع عن أمراض المرارة والطرق الصفراوية، حاولنا نركز على أهم الأمراض، نعطي المختصر المفيد بدون الغرق بتفاصيل كثيرة، يعني طولنا شوي بس حاولنا نختصر قدر الإمكان. شكرا لاستماعكم والله يعطيكم العافية، إذا حدا عنده سؤال أو إضافة يتفضل.